بتوجيه من السيد رئيس الوزراء، شيعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار تشييعاً رسمياً للفنان الراحل الدكتور حمود الحارثي، حيث شارك في التشييع وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات، بالإضافة إلى جمهور من المثقفين والفنانين والأدباء والكتاب والإعلاميين. ودعنا الدكتور حمودي الحارثي أيقونة الفن العراقي الذي رحل لكنه يبقى عائشا في ضمير وذاكرة العراقيين، إذ قدم أعمال فنية ارتقت به إلى المجد وارتقت به إلى الخلود. رحل حمود الحارثي تاركا خلفه جموع من المحبين وجمهور عريض من العراقيين ومن غير العراقيين، ارتبط بالذاكرة الجمعية، وما زال حمود الحارثي يمثل نقطة مهمة يتوقف عندها الفنانون والمثقفون. وزارة الثقافة والسياحة والآثار اليوم يعني أقامت تشييع لنعش رمزي للفنان الكبير الدكتور حمودي الحارثي، وهي مشاركة وجدانية من الوزارة ومن كل الأوساط الثقافية والفنية والإعلامية. توفي في هولندا الممثل الكوميدي والمخرج التلفزيوني والأكاديمي الدكتور حمودي الحارثي عن عمر ناهز 88 عاما بعد معاناة مع مرض عضال. أعلن ذلك نجله الإعلامي حارث الحارثي في منشور له على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي، حيث نعى أباه قائلا: وداعا أبي، وداعا صديقي، وداعا فنان الشعب، محبوب الشعب، وداعا دكتور حمود الحارثي. الوزارة اليوم بكل طاقمها من السيد الوزير والسادة الوكلاء والمدراء العامين يحضرون، فضلا عن موظفي الوزارة، يحضرون في هذا التشييع الرمزي. إنا لله وإنا إليه راجعون. للأسف نودع كنا عراقيين شعب وهيئة الإعلام العراقية والوزارة ورئاسة الوزراء، فنان الشعب، محبوب الشعب، الفنان الدكتور الأستاذ حمود الحارثي والدي، انتقل رحمة الله. وبس نقول الحمد لله والشكر أنه ترك محبته عند كل الشعب العراقي، من أصغر مواطن إلى أكبر مواطن، ولا جميع الأطياف والأديان. قلما يجمع العراقيون على شخصية مؤثرة، شخصية مجتمعية، شخصية عراقية كان لها تأثير كبير ودور كبير في رفض الثقافة العراقية والدراما العراقية. هذا فنان اللي سكن في قلوب جميع العراقيين. الراحل حمود الحارثي من تولد 1936، وهو ممثل عراقي شهير طبع البسمة على شفاه العراقيين بشخصية عبوسي في المسلسل الكوميدي تحت موسى الحلاق في سبعينيات القرن الماضي، ما زالت خالدة في ذاكرة العراقيين وتعد هويته الجماهيرية. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لبرنامج صباح الخير يا عراق، شيماء العبيدي، قناة العراقية.